السلام عليكم أعزائي وطلابي حبايبي طلاب تالتة ثانوي، معكم مسيو أحمد عماد من تصحيح واجب الحصة الثامنة من منهج ثانوية عامة، الدرس اللي هو ديرس كون سي فاغ، قول ماذا نعرف أن نفعل، بنتكلم عن الحاجة اللي بنعرف نعملها. حضرتك بتفتح الكتاب وبتبدأ تصحح معايا، واوعى تنسى الشعار اللي هو احفظ كلمات وافهم قواعد وحل كتير كتير كتير، 40 من 40 إن شاء الله. في الأول بيقول لي جزئية القطع لي سودو كومون بوي شوازي لا بون ريبونز، اقرأ القطعة ثم اختار الإجابة الصحيحة. لو ويك اند او ام تو لو باسي، الويك اند بتحب تقضيه فين؟ احمد 19 ans بيقول جابيتا اليكس جام باسي لو ويك اند على كامباني شي مي جران بارون، بيقول انا 19 سنة وساكن في اسكندرية، بحب اقضي الويك اند في الريف عند جدودي. جو برون لو ترام بور الي اون افونس، انا بركب القطر علشان اروح في المقدمة. لا هناك اليا بوكو دو شامب ارب اي داربر، يوجد كثير من الحقول والاعشاب والاشجار. Je vois aussi les animaux domestiques de la ferme. أرى أيضا الحيوانات الأليفة في المزرعة. Je fais de l'équitation. أنا أمارس الفروسية. أما شادي سيزون je vis au Caire. J'aime passer mon week-end au cours de Tunis. 16 سنة بيعيش في القاهرة، بيقول بحب أقضي الويك إند في ملعب التنس. Le matin, je prends mon maillot et mes raquettes. صباحا انا باخد الزي الرياضي بتاعي والمضارب بتاعتي. Je rencontre mes amis Sami et Rami. انا بقابل اصحابي سامي ورامي. Puis on va ensemble. ثم نذهب سويا. اما ماي 17 ans, j'habite à Tanta. Je passe le week-end à la maison. طول 17 سنة اسكن في طنطا، انا بقضي الويك اند في البيت. لو ماتان جيم لير بوكور دو رومان بوليسيي، صباحا احب ان اقرا كثير من الروايات البوليسيه. لو سوار جو سيرف في الانترنت، وفي المساء اتصفح الانترنت. رقم واحد بيقول لي سو دوكومو ايه، هذه القطعه تكون عباره عن انكات تحقيق صحفي. احمد فا شي سو جران بارون اون تران، احمد بيروح عند جدوده بالقطر. اما سامي ورامي سون دي شادي، سون دي فوازان دو شادي، بيكونوا جران شادي وفي نفس الوقت اصحابه لانه بيروحوا مع بعض، بس هناخدها اصحاب زي ما موجوده في القطعه. اربعه على كومباني احمد فوا ديزانيمو، في الريف احمد بيشوف الحيوانات الدوموستيك الأليفة بتاعت المزرعة. وخمسة ماي باس لويك اند، ماي بتقضي الويك اند على ميزون في البيت. وستة أحمد أدار، أحمد يعشق ليزانيمو الحيوانات. وتمشي كمان لناتور فيرت الطبيعة الخضراء، بس الأساس لأنه هو الولد ذكر الحيوانات الأليفة في المزرعة. القطعة الثانية وبنت اسمها ماريون هي اللي بتكتبها، وبتقول شار جولييت عزيزتي جولييت. Je t'écris pour te raconter mes dernières vacances à la mer avec ma famille à Marseille. بتقول لي انا بكتب لك علشان احكي لك عن اخر اجازة ليا في البحر مع عيلتي في مدينة مارسيليا. Il te passe le bonjour، هم بيوصلوا لك السلام والتحية اللي هي صباح الخير يعني. سورتو ما سور سوزان، بالأخص أختي سوزان. نو سوم بارتي لو 12 اون فواتور، احنا سافرنا يوم 12 أغسطس بالعربية. لو فواياج ا مارساي ا دوغي 3 أور، الرحلة إلى مارسيليا استغرقت 3 ساعات. نو زافون passé une très bonne semaine، احنا قضينا اسبوع جميل جدا. il fait toujours peu là en été، الجو دايما هناك جميل في الصيف.
Nous allons tous les jours à la plage. نذهب كل الأيام إلى البلاج. Le soir, je sors avec des amis. في المساء بخرج مع أصحابي. Que j'ai connu là, اللي عرفتهم هناك. Ils sont sympas. هم لطاف. Ils aiment rire et faire de grandes promenades. هم بيحبوا يضحكوا ويعملوا فسح كتيرة. Ils sont de plusieurs origines. هم بيكونوا من جنسيات عديدة أو من أصول عديدة. فرنساز، أنجليز، إسبانيول، إيطاليان، فرنسية وإنجليزية وإسبانية وإيطالية. Nous avons parlé de la musique, du sport, du cinéma. إحنا تكلمنا عن الموسيقى وعن الرياضة وعن السينما. Nous aimons tu la nature. إحنا كلنا بنحب الطبيعة. Un jour, في يوم, nous sommes allés à la campagne. رحنا الريف. Où nous avons mangé, joué avec les animaux. حيث لعبنا وأكلنا ولعبنا مع الحيوانات. في دو دو في تي تي اون جروب وعملنا ركوب الدراجات في مجموعات. ابري سي كورت فاكونس بعد هذه الاجازة القصيرة. كل ده بقصيرة. نو سوم رونتري شنو انانسي. رجعنا عندنا الى مدينة نانسي. مو جو دوا بريباري ا ميز اكزامون. انا لازم احضر لامتحاناتي. اي مي بارون فون الي ا لوغ ترافاي. والدي هيروحوا شغلهم. تري أميك لمون ماريون. بكل حب ماريون. واحد ماريون راكونتي سي دورنيير فاكونس. ماريون بتحكي عن آخر أجازة ليها. بيقول لي على الإنترنت ولا في التليفون ولا في البيت ولا في المدرسة. طبعا هنا هنعتبرها على الإنترنت لأن مش موجود طبعا. التليفون عايز ألو وفي البيت قاعدة وفي المدرسة قاعدة. واتنين ماريون اي سوزان سون دو. ماريون سوزان بيكونوا اخوات. كال توم في تيل ا مارسي. حالة الجو ايه في مارسيليا. ايل في بو. الجو بيكون جميل. اربعة ماريون ا باسي سي فاكونس افيك. ماريون قضت اجازتها مع طبعا مع عيلتها. خمسة ا لا كامباني. ماريون اي سازامي اون في الريف. ماريون أصحابها عملوا دي فيلو ركوب الدراجات. وستة ماريون أبيت أ نانسي. ماريون بتسكن في مدينة نانسي مش نانسي عجرم يا ابني. نروح بعد كده للسيتواسيون نمرو أ. فو دوموندي أ أنا مي بوركوا إل نيم با لا كامباني فو دي. بتسأل زميلك لماذا هو لا يحب الريف وأنت تقول تو نيم با لا كامباني بوركوا. انت مش بتحب الريف ليه؟ اتنين فو دوموندي ا ان امي بوركوا ايل نيم با لا كامباني ايل دي. تسال زميلك ليه هو مش بيحب الريف وهو بيقول طبعا هيقول سبب كار ايل نا با دو سينما لانه ما فيهوش سينما. نمرو 3 فو دوموندي ان امي بوركوا ايل ادور لا كامباني فو دي. تسال زميلك لماذا يعشق الريف وانت تقول tu adore la campagne pourquoi. انت بتحب الريف ليه. واربعة vous demandez à un ami pourquoi il adore la campagne il dit. تسأل زميلك لماذا يعشق الريف وهو يقول car j'aime me promener à cheval parmi les champs. لاني بحب اتفسح بالحصان بين الحقول. نمرو 5 vous demandez à un ami où il a passé ses vacances dernières vous dit. تسأل زميلك أين قضى الأجازة الماضية وتقول tu y as passé tes vacances eux. انت قضيت أجازتك فين. ورقم 6 أكيد هيرد عليه vous demandez à un ami où il a passé ses vacances dernières il dit. فالولد هيقول له je les ai passé à Alexandrie. أنا قضيتها في الأسكندرية بصيغة الماضي. نمرو 7 vous informez un ami ce que vous avez fait à la ferme vous dit. تخبر صديقك عن ما فعلته في المزرعة
وتقول سي جي دوني امون جي او لابان، انا اعطيت اكل للارانب. نمرو 8 vous demandez à un ami ce qu'il a fait à la ferme vous dit اي تسال زميلك ماذا فعل في المزرعه وتقول qu'est-ce que tu y as fait à la ferme، ماذا فعلت في المزرعه. 9 vous décrivez la ferme de ton grand-père vous dit بتوصف مزرعه جدك وبتقول mon grand-père a un grand ferme avec beaucoup des animaux، جدي عنده مزرعة كبيرة فيها كثير من الحيوانات. 10 vous demandez à un ami où vivent les chevaux il dit تسأل صديقك أين تعيش الخيول وهو يقول ils vivent dans une écurie، بيعيشوا في الإسطبل. 11 vous demandez à un ami où vivent les vaches il dit تسأل صديقك أين تعيش الأبقار وهو يقول الأولى il vive dans une étable، بيعيشوا في حظيرة الأبقار. 12 vous demandez à un ami où vivent les poules il dit تسأل زميلك أين تعيش الفراخ وهو يقول سي ال فيف دون زان بولي، بيعيشوا في عشة الفراخ. 13 vous demandez à un ami où vivent les lapins il dit تسأل زميلك أين تعيش الأرانب وهو يقول ب ils vivent dans un clapier، يعيشوا في جحر الأرانب. 14 vous demandez à un ami c'est que les poules nous donnent il dit تسأل زميلك ماذا تعطينا الفراخ وهو يقول سي ال نو دون دي زوف، تعطينا البيض. 15 فو دوموندي ان امي سي كو لا فاش نو دون ال دي، تسال صديقك ماذا تعطينا البقر او ماذا يعطينا البقر وهو يقول البقر بيعطينا طبعا جولي اللبن. 16 فو راكونتي ان امي سي كو تو يا في اياغ فو دي، انت بتحكي لصديقك ماذا فعلت بالامس وبتقول له، طبعا هستخدم صيغه الماضي الوحيده اللي هنا جي في دي ريشيرش، انا عملت ابحاث. 17 فو دوموندي ان امي سون افي سور لو فيلم دي اياغ فو دي، بتسال صديقك عن رايه في فيلم الامس وبتقول له كو تو بونس دو فيلم اياغ، ايه رأيك في فيلم امبارح. 18 vous demandez à un ami son avis sur le film d'hier il dit، اي تسأل صديقك عن رأيه في فيلم الامس وهو يقول pas très original، مش حلو. 19 vous demandez à un ami ce qu'il sait faire vous dit، بتسأل صديقك ماذا يعرف أن يفعل وتقول que tu sais faire، بتعرف تعمل إيه. 20 vous demandez à un ami ce qu'il sait faire il dit، بتسأل صديقك بتعرف تعمل إيه وهو بيقول لي je sais jouer au fer de la guitare، أنا بعرف أعزف على الجيتار. 21 pour parler de vos projets pour le week-end vous dit، لكي تتحدث عن مشروعاتك في الويك اند بتقول ب جو في الي او بارك داتراكسيون، انا سوف اذهب الى الملاهي. 22 بور فوز انفورمي سور لو كليما فودي، لكي تستعلم عن الطقس تقول كال توم في تيل اجوردوي، ما تكون حاله الجو اليوم. 23 بيقول لي pour parler de votre emploi de temps vous dit، علشان تتكلم عن جدول مواعيدك بتقول le lundi j'ai deux cours de maths، يوم الاثنين عندي حصتين رياضيات. 24 بيقول لي vous adorez la musique vous dit، انت بتحب الموسيقى وبتقول
La musique c'est ma passion. الموسيقى دي هوايتي. و25 بيقول لي vous conseillez à un piéton pour traverser la rue vous dit. بتنصح أحد المرة لعبور الشارع وبتقول له سي في attention aux voitures. خلي بالك من العربيات. نروح للسؤال الرابع يا شباب. Choisis la bonne réponse فيما يخص الجرامير. Ce match est très original. التانية بيقول لي هذه المباراة بتكون رائعة. واخدنا التانية عشان ce match مفرد مذكر. اتنين. Le paysan sait labourer le champ. الفلاح بيعرف يحرث الحقل. وطبعا في حالة وجود فعلين الأول متصرف يبقى التاني مصدر. تلاتة. جام بوكو أنيمال. أحب كثيرا هذا الحيوان. فهستخدم الأخيرة لأن جه بعدها مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك. أربعة. جو باس بار لا بوست بور ألي أو كلوب. أنا بعدي من على البوسطة للذهاب إلى النادي. يبقى عندنا باسي بار زائد غير عاقل. خمسة. مامير اي ترافاي. مامتي بتكون في شغلها. ومامتي يعني ال او ال فهيجي معاها سون او سا او سي. وهستخدم سون عشان الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر. ستة. لنقط سون بل. بلدية جمع مؤنث. وهنا الوحيدة الجمع مؤنث اللي هي كلمة فاش. البقر تكون جميلة. سبعة. إلزام لزانيمو. هم بيحبوا الحيوانات قوي. يبقى الكترة هنا للفيرب. وعشان أكتر الفيرب بستخدم بوكو. تمانية. بور موا بالنسبة لي. لا كومباني اي بلو اغريابل لا فيل. الريف بيكون أجمل من المدينة. يبقى هنا بلو صفة كو للمقارنة. تسعة. جي ان انفون. انا عندي طفل جميل واسمه سليم. يبقى هنا جي ان بال الاولى لان هنا جه بعدها مفرد مذكر مبدوء بحرف متحرك. نمرو ديس. اون سي شونتي. احنا بنعرف نغني. يبقى نو اون. نو اون من ضمائر التأكيد. 11. ملك دون امونجي لابان. ملك تعطي اكل الى الارانب. وهنا جمع هاخد لها او افيك اكس عشان دوني امونجي يجي بعدها او او الا او ا الابوستروف او او افيك اكس وفقا للكلمة التي تقع بعد النقاط. 12. نوز الون او سيني بور اموزي دو فواغ لو فيلم. احنا نذهب الى السينما علشان نستمتع برؤية الفيلم. يبقى نو يجي معاها نو نو نو. اما 13. علي اموا اون. علي وانا احنا. بس اون دي بتساوي في تصريف الافعال ال او ال. وال او ال مع الافعال ذو ضميرين بتاخد سو. يبقى علي اموا اون سو سون ارو. نشعر باننا سعداء. اما 14. سيليفر. Je vais lire dans une semaine. انا سوف اقرا هذه الكتب. تقع مفعول مباشر جمع تستبدل بلي. 15. On va à la piscine pour nager. لان بور بيجي بعدها فعل مصدر. نذهب الى البيسين لكي نعو. 16. J'ai peur cheval. اشعر بالخوف من. ودمن يعني دو من الحصان. ودو وغير عاقل تستبدل بالضمير اون. دو وغير عاقل هي الجملة 16. كان هنا دو فما استبدلها تبقى مفعول مباشر جه قبل دو. يبقى بستبدلها في الجملة رقم 17 بالبرونوم اون. يبقى الحصان انا بخاف منه. زائد ساعة ما قلنا إذا وجدنا بعد النقاط كمان فيرب أفوار بستخدم الضمير أون. 18. لورا إي جان راكونت ويك إند. لورا وجان بيحكوا عن الويك إند بتاعهم.
لوراجان بيجي معاها لور او لورافيك اس، فطبعا هنا هستخدم لور عشان بعض النقاط مفرد. 19 جوفي او شامبور، وبور قلنا من شويه بيجي بعدها فيرب انفيناتيف، يبقى انا اذهب الى الحقول لكي امارس ركوب الدراجات. 20 جولي اي نول اونشيمي، جولي بتكون لا شيء في الكيمياء، وجولي مفرد مؤنث فاخدنا لها نول اللي بتنتهي بحرف الاو. 21 تو كوني فوازان، انت عارف جارك، وكلمه فوازان مفرد مذكر فاستخدم لها تون. اما 22 سي انساكت، وانساكت برضو مفرد مذكر فاستخدم لها اون. 23 مي بارون بتساوي الى فيك اس، هاخد الاولى، يبقى مي بارون ساف فاغ لا كويزين، والدي بيعرفوا يطبخوا. 24 جو سي سكيي، انا بعرف امارس التزحلق على الجليد. و 25 بيقول لي جان سي فاغ دي فيلو، جان بتعرف تمارس ركوب الدراجات. و 26 فو سافي شونتي اون انجلي، انتم بتعرفوا تغنوا بالانجلش. و 26 نو سافو بولونجي دون لا مير، احنا بنعرف نغطس في البحر. و 28 بيقول لي لوريجان بتساوي الى فيك اس، يبقى هتاخد الاخيره، لوريجان بيعرفوا يعزفوا بالجيتار. 29 ياسين سي بارلي فرنسي، ياسين بيعرف يتكلم فرنسي. و 30 تو في افيك تي بارون، انت بتعيش مع والديك. 31 جو في او كاغ، انا بعيش في القاهره. و 32 نو فيفون على كامباني، احنا بنعيش في الريف. و 33 فو فيفي او بايبا، انتم بتعيشوا في البلاد المنخفضه. و 34 لو شا في ا لا ميزون، القط بيعيش في البيت. و 35 لا بول اي لو بوسان فيف دون لو بولي، الفرخه والكتكوت بيعيشوا في عشه الفراخ. يبقى من جمله رقم 23 للاخر دي عن تصريف فيرب سافوار وفيرب فيفر. بعدها بنروح الى سؤال الميل اللي هو الكتابه، طبعا اوعى تنسى لازم تترجم صح عشان تكتب صح. الميل الاول بيقول لي سالو هاي او تي يا باسي لو ويك اند درني، اين قضيت الويك اند اللي فات. افيك كي تو يي الي، مع مين ذهبت هناك. كا تو في، وماذا فعلت. الاول سالو سالو هاي هاي، ماشي يا عم، هقول له بدل التو جو، وبعدين بدل الا اس اي، وبعدين باسي، يبقى انا قضيت لو ويك اند الويك اند في اي مكان بقى، يعني هقول له لا كامباني مثلا في الريف. مع مين رحت هناك، هقول له جي سوي الي، يعني انا رحت هناك افك، مع ما فامي، مع عيلتي مثلا. طب عملت ايه، جي في دو فيتيتي، انا مارست رياضة ركوب الدراجات. الايميل التاني بيقول لي سالو تو ام لا كامبان، هاي هو انت بتحب الريف. كو تو ام على كامباني، وماذا تحب في الريف. اي كون تو فالا، وامتى بتروح هناك. فبقول له سالو هاي، بيقول لي بتحب الريف، اقول له وي، ايوه جيم لا كامباني، ايوه انا بحب الريف. طب ماذا تحب هناك، هقول له جيم على كامباني، بحب في الريف لا ناتور الطبيعة. متى تذهب إلى هناك، هقول له جي جو في لا، أذهب إلى هناك اون فاكونس، في الأجازة. واروح للميل الثالث وأبدأ وأقول سالو هاي هاي،
Tu aimes les activités de la ferme? هل تحب أنشطة المزرعة؟ Que tu sais faire? ماذا تعرف أن تفعل؟ Et que tu ne sais pas faire? ومش بتعرف تعمل إيه؟ فبقول له سالو هاي وي جيم les activités de la ferme. ايوه انا بحب انشطة المزرعة. Je sais انا بعرف donner à manger au lapin. انا بعرف ادي اكل للارانب. جون سي با مونتي ان انا ما بعرفش اركب حمار. طبعا هنقولها او حصان. الايميل الرابع سالو تو يي سورتي اياغ سواغ هو انت خرجت امبارح بالليل؟ او تو يي الي اين ذهبت؟ كو تو يا في ماذا فعلت؟ ده تحقيق بس ما يهمناش. سالو هاي وي ايوه خلي بالكم انا بحول جزء من السؤال الاول في الرد وبعدين احط اجابتي. وي جو سوي سورتي اير سوار ايوه امبارح انا خرجت امبارح بالليل. اين ذهبت؟ جو سوي الي انا ذهبت الى السينما. او سينما بيقول لي ماذا فعلت؟ هقول له جي في ان فيلم انا اتفرجت على فيلم وطبعا ابيانتو في الاخر. وبعدها بيقول لي سالو كال تون il fait en été en Égypte؟ متى تكون حالة الجو في مصر؟ كال فيتمون اون دوا ابورتي؟ وايه الهدوم اللي لازم نجيبها او نحضرها؟ اي كال سيت توريستيك اوني بو فيزيتي؟ واي المواقع السياحية نقدر نزورها؟ يبقى الأول بقول له سالو هاي ايه حالة الجو في مصر في الصيف؟ هقول له اون ايجيبت في مصر اون ايتي في الصيف il fait peu et chaud جميل وحر شغال كده وكده. ايه الهدوم اللي لازم اجيبها؟ هقول له اون دوا ابورتي دي فيتمون ليجي لازم نجيب معانا هدوم خفيفه. ايه المواقع اللي نقدر نزورها هناك؟ اوني بو فيزيتي نقدر نزور هناك لي بيراميد الاهرامات مثلا اي لو سفنكس وابو الهول. وبعدها بنروح الى الامتحان الاول لي بوي شوازي اقرا ثم اختار. فاكونس à la ferme اجازه في المزرعه. مدام جيروم بتقول alors Céline pour les vacances de printemps comment elles se sont passées؟ اذا سيلين بالنسبه لاجازه الربيع ازاي هتقضوها؟ مدام سيلين قالت لها سي بيان باسي هنقضيها تقضيه جميله. nous sommes partis avec les enfants ده ازاي قضيتوها؟ ده بتسألها قضيتوها ازاي يعني؟ قالت لها احنا قضينا وقت جميل. Nous sommes partis avec les enfants pour une semaine à la ferme. احنا سافرنا مع الأطفال لمدة أسبوع في المزرعة. مدام جيرام بتقول لها à la ferme مزرعة؟ Toi qui adore la ville et le musée مش انت برضو اللي بتحبي المدينة والمتاحف؟ قامت مدام سيلين قالت وي أيوة مي بور لي زونفون سي تاميزون لكن بالنسبة للأطفال هذا مسلي. إيلزون فو لي فاش هم شافوا البقر
Ils se sont amusés avec les canards. هم اتسلوا بالبط. Ils ont donné à manger aux lapins وأكلوا الأرانب. مدام جيروم بتقول لها et toi qu'est-ce que tu y as fait؟ وانتي بقى عملتي ايه؟ قالت لها je me suis promené dans le champ. أنا اتفسحت في الحقول. Je me suis installé sur une chaise longue dans le jardin وأنا قعدت على كرسي طويل اللي هو الشاز لونج في الحديقة. Avec un bon livre au milieu des arbres fruitiers ومعايا كتاب جيد في منتصف أشجار الفواكه. رقم واحد بيقول لي parle de ces projets de vacances تتحدث عن مشروعات الأجازة وديت كانت مدام سيلين اللي بتتكلم عن اللي عملته في الأجازة. اتنين les enfants de مدام سيلين ont passé un temps à la ferme un peu temps. أطفال مدام سيلين قضوا وقت جميل في المزرعة. تلاتة مدام سيلين أم لير أو ميليو مدام سيلين بتحب تقرأ في وسط ديزاربر الأشجار. أربعة على فارم لزنفون أندوني في المزرعة الأطفال أكلوا الأرانب أو لابا. وخمسة لا فامي دو مسيو سيلين دو مدام سيلين إي ألي على فارم عيلة مدام سيلين راحوا المزرعة في أجازة الربيع. ستة les enfants ont joué avec الأطفال لعبوا بإيه؟ أكيد لعبوا بالحيوانات في المزرعة. بعدها بنروح إلى القطعة التانية اللي هو بيقول لي مسيو و مدام دوبون فيف دون لور بيتيت فارم فواسي لور امبلوا دو تون. مسيو مدام دوبون بيعيشوا في مزرعتهم الصغيرة ها هو جدول مواعيدهم. 6 heures, il se réveille. بيصحوا الساعة 6. 6 heures et demie, il se douche. وبياخدوا دش الساعة 6:30. 7 heures, il prend le petit déjeuner. بيفطروا الساعة 7. 6 heures et demie, Madame Dupont donne à manger aux lapins et aux poules. الساعة 7:30, Madame Dupont بتأكل الأرانب والفراخ. Elle ramasse les œufs وبتجمع البيض. Elle fait de pur avec le lait frais وبتصنع زبدة من طبعا اللبن الطازج. Elle va au potager pour ramasser des légumes وبتروح حقل الخضروات لتجميع الخضار. 10 heures, Monsieur Dupont va au champ accompagné des vaches, des chèvres et des moutons. الساعة 10 Monsieur Dupont بيذهب إلى الحقول مصطحبا البقر والمعيز والخرفان. 11 heures, Madame Dupont est à la cuisine pour préparer le déjeuner. الساعة 11 Madame Dupont بتكون في المطبخ لتحضير الغداء. 13 heures, الساعة 13 اللي هي واحدة بعد الظهر أو الظهر Monsieur et Madame Dupont déjeunent بيتغدوا. 14 heures, Madame Dupont fait la vaisselle et range la maison. الساعة 14 مدام دوبون بتغسل المواعين وبترتب البيت. عشان الساعة 16 مدام دوبون مسيو دوبون جو à la pétanque avec ses voisins et مدام دوبون جو دو بيانو. مسيو دوبون بيلعب الكرة الحديدية مع أصحابه ومدام دوبون بتعزف على البيانو. يا سلام. 18 ils font de la randonnée à la campagne. والساعة 18 يعني 6 آخر النهار بيقوموا بعمل جولة رياضية في الريف. 19 الساعة 19 il donne dans la salle à manger بيتعشوا في غرفة الطعام. السؤال السابع بيقول لي à 6 heures monsieur et madame Dupont الساعة 7 بياكلوا. avec le lait frais madame Dupont fait باللبن الفريش مدام دوبون بتعمل بور زبدة. 9 دون لو شام دو مسيو دوبون إليا في حقول مسيو دوبون يوجد دي فاش بقر. 10 مدام دوبون فا او بوتاجي بور مدام دوبون بتروح حقل الخضروات علشان افواغ دي ليجوم
تجيب خضار. وحداشر مسيو دوبون جو à la pétanque avec ses voisins بيلعب الكرة الحديدية مع أصحابه. واتناشر مسيو و مدام دوبون برون لو دوني بيتناولوا العشاء à la maison في المنزل. نروح للسيتواسيون نمرو 13. votre petit frère vous demande ce que la poule nous donne vous dit. أخوك الصغير بيسألك الفرخة بتعطينا إيه؟ وأنت بتقول له دي بتعطينا أوف بيض. 14. votre ami vous demande le vœu c'est quoi vous dit. زميلك بيسألك يعني إيه عجل؟ وأنت بتقول له سي لو بيتي دو لا فاش إنه صغير البقرة. 15. vous demandez à votre ami comment il passe le temps à la ferme il dit. تسأل زميلك كيف يقضي الوقت في المزرعة؟ وهو يقول je me promène à cheval أنا بتفسح بالحصان. و 16. votre professeur vous demande quel animal nous donne la chair vous dit. المدرس بيسألك أي الحيوانات يعطينا اللحم الأبيض؟ وأنت بتقول له لو لابان الأرنب. 17. on va acheter des œufs quand. امتى بنقول هنشتري بيض؟ طبعا لما بنبقى عايزين نعمل اومليت. و 18. on dit il vit dans le poulier quand. بنقول هو بيعيش في عشة الفراخ. طبعا بتكلم عن il مفرد مذكر فهاخد الكوك الديك. 19. la campagne est magnifique quand. بنقول الريف بيكون رائع. بقول كده امتى؟ اكيد لما on parle dans endroit نتحدث عن مكان. 20. لا je ramasse les œufs هناك انا بجمع البيض. بقول كده لما on parle de poulie بنتكلم عن عشة الفراخ. بعد كده اسئلة الجرامير نمرو 1. ما سوغ جو دي لا جيتار اختي بتعزف بالجيتار. جوي دي لا زائد آلة موسيقية مفرد مؤنث. 22. سي تون كانار انها تكون بطة مفرد مؤنث. 23. نو سافون فير دو سكي احنا بنعرف نمارس الاسكي. 24. تو في او انت بتعيش فين. و 25. je n'aime pas cet animal انا لا احب هذا الحيوان. وتمشي معاها كمان التانية يعني هنا الاجابتين صح الابوستروف و سي افيكتي. 26. لكان نو هصرف على لكان ولكان بتساوي ال او ال فهنختار الاختيار التالت اللي افيك او يبقى البطة تعطينا البيض. 27. وبيقول لي سيلين مونتر أسيزامي لفوتو دي لا فيرم. سيلين بتظهر إلى صديقتها صور المزرعة والدهات بتعبر عن الملكيات. و 28. أنيمو تو فوا ألا فيرم أنيمو جمع مذكر فهناخد لها التالتة يبقى أي الحيوانات تراها في المزرعة. و 29. بيقول لي أل نو سي با دي سوني هي مش بتعرف ترسم. وطبعا في حالة وجود فعلين الأول متصرف يبقى التاني مصدر. و 30. بيقول لي بيير جو جوي أو زائد لعبة بها كرة بيير بيلعب هاندبول. الإيميل هنا بيقول لي سالو هاي تو سي مونتي أشوفال كون أو انت بتعرف تركب حصان امتى وفين. فسالو كالعادة سالو. تعرف تركب حصان؟ وي جو سي مونتي شوفال ايوه انا بعرف اركب حصان. لا فيرم في المزرعة. اون فاكونس في الاجازة. Au revoir, au revoir.
بعد كده بيقول لي اكتب موضوع من دول. طبعا مفيش ديالوج بيجي لنا، فهناخد الموضوع التاني اللي هو بيقول لي اكري ان ميل ا تون امي فرونسي توماس بور بارلي دو فياج اي سي كو تو بو فير لابا، اللي هو بيقول لي اكتب ايميل الى صديقك الفرنسي توماس علشان تكلمه عن القرية وعن اللي تقدر تعمله هناك. فبقول له شي توماس، عزيزي توماس. جو سوي تري كونتون، انا سعيد دو تكرير اني بكتب لك. بور تو بارلي، لكي احدثك. دو فياج، عن القرية. مون فياج، قريتي. اي جرون اي بروبر، قريتي بتكون كبيرة ونظيفة. دون مون فياج، في قريتي. إليا، يوجد. دي شامب، حقول. اي دي زانيمو، وحيوانات. او حيث. لار بور، الهواء النقي. اي لا بل ناتور، والطبيعة الجميلة. إلنيا با، لا يوجد. دي بوليسيون، لا يوجد تلوث. جو بو دوني ا مونجي او فاش، انا بقدر ااكل البقر. اي لابا، والارانب. جم بوكو مون فياج، بحب قريتي قوي. وبكده نكون كتبنا الموضوع الخاص بينا. طبعا ما تنساش تكتب، اوعى تكسل اوعى تكسل اوعى تكسل. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في تسجيل الدفوار الثامن. القاكم ان شاء الله في الحصة، واتمنى من الجميع ان هو يجيب درجة حلوة في الكويز بتاع الحصة، ودايما نكون يقظين ومنتبهين، والالتزام طريق الطالب للتفوق. كان معكم مسيو أحمد عماد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.